بلينكن لف لفه على دول الخليج النهارده واستقر في مصر. ليه استقر في مصر؟ وليه السيسي بيمثل دور الحمل الوديع وهو مجرم حتى اذنيه؟ ليه اختتم الزياره بمصر؟ هقول خلينا نشوف جزء من اللقاء اللي اذاعته رئاسه الجمهوريه عن قصد، وده حدث نادر. ابن مليكة ما بيزعش الكلام اللي بيتقال في اغلب اللقاءات، بس هو عمل كده لقطه انه قال ايه مؤتمر صحفي صغير، مش مؤتمر صحفي عام، عشان ما يتسألش أسئلة محرجة، لكن عمل لقطة قال بعض الكلمات وأدعها في رئاسة الجمهورية، وقال لبلينكن ده أنا ابن حارة اليهود، وهو قاصد تلك الكلمات. حددنا الموضوعين أولاً لاحتواء الموقف وعدم دخول أطراف أخرى إلى الصراع. معالي وزير الخارجية بلينكن، أنت تحدثنا وقلت أنك إنسان يهودي، وأنا اسمح لأقول لك إن أنا مواطن مصري نشأت في حي جنباً إلى جنب مع اليهود في مصر، ولم يكن أبداً يتعرضوا أي شكل من أشكال القمع أو أي شكل من أشكال الاستهداف. والله هي قصة مش كاملة. يعني هي قصة مش بس حارة اليهود، وقلت لك اللي في واحدة من الصدف الكبيرة دي انه يجي بطل الولا حاجة والسيسي من حارة اليهود، فيعني هي قصة مش كاملة، بس ما حدش اتكلم على اصول قديمة ولا اي حاجة، مش دي قصة. السيسي اكتشف اكتشاف المفاجئ النهاردة ان قطاع غزة محاصر ومحتاجين ندخله مساعدة اللي بقاله 9 ايام. قال له تخيل حضرتك قطاع غزة محاصر، بيقول لي لبلينكن، تخيل حياة كانت مفاجأة كبيرة جدا لبلينكن. النهاردة احنا بنتكلم على قطاع محاصر، لا في مية ولا في كهرباء ولا في وقود، والنهاردة ابتدت في هذه الخطوة تتنفذ. انا بقول الكلام ده لان احنا محتاجين نسمع كلام من بعضنا، انتوا موجودين هنا في المنطقة عشان تسمعونا احنا المعنيين بالقضية المجرم. ما انت بتعمل ايه الفترة اللي فاتت دي كلها؟ ده انت محاصر غزة اكتر من الحصار اللي عملوه لها اسرائيل، ومنع عنها كل حاجة، ومنع دخول اي حاجة، والحاجات اللي بتهربها لغزة عن طريق المجرم ابراهيم العرجاني بعشر اضعاف. علبة السجاير اللي ب50 بتتباع في غزة ب500، وعلبة اللبن اللي ب30 بتتباع في غزة ب300. ها؟ بلينكن مسك نفسه بالعافية، اللي هو انت هتمثل؟ ما انت طول الفترات اللي فاتت بتعمل ايه؟ في حد محاصر ده؟ لما مركب صيد بتعدي غزة غلط بتضربه اللي فيها بالنار وبتقتلوه. قال له انا كويس، سيسي بيقول لبلينكن، واللي قتل السادات ورابين دول المتطرفين الوحشين، انما عن نفسي انا انسان كويس ومسالم وابن حارة اليهود. ماذا قلت للربيع؟ ومن اللي قتل المتطرفين؟ فاحنا محتاجين نعمل سويا. عايزك شاهد قلت عليك راح بك اهل المساهمة بالوفد المرافق. انا بدين اللي بحصل حصل يوم 7 اكتوبر. ده سيسي. لكن رد فعل الاسرائيلي ده صعب قوي. ما شفتش حقيقة اجرام ونطاعة بهذا الشكل. اه والله. موجود أزمة كبيرة جدا، ورد الفعل اللي موجود أتحسب أنه يتجاوز رد الفعل حق الدفاع عن الناس المدنية بإسرائيل، ويتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة اللي فيه 2.3 مليون فلسطيني. صحيح ما حدث في التسع أيام كان كتير وصعب، مفيش كلام، وإحنا ندين مفيش كلام. فيلم ده حكيتهولك من زمان وزمان قوي، وقلت لحضراتكم ان الفيلم اللي بيحصل دلوقتي هو الخيار الوحيد للمجرم، وده بناء على معلومات وليس تحليلات. خلونا نتذكر سويا. العصابة عندها بلان بي وبلان سي. ايه هو؟ اللي هو الفوضى، تهديد العالم بالفوضى. هنعمل شوية العاب خطيرة جدا عشان نلفت انتباه العالم، عشان ما يسيبناش نقع. دي هتبقى المرحلة الاخيرة على فكرة. للأسف للأسف مد الخط على امتداده، اسرائيل هتخش تحتل سينا. عشان اسرائيل تخش سينا شوية لدعم السيسي. ايه اللي الكلام الهبل اللي انت بتقوله ده يا عم؟ خد مني زي ما خدت مني زمان، وللأسف كلامي كله طلع صح. فإسرائيل تخش سينا لإنقاذ السيسي. تنقذه ازاي؟ لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. احنا هنحرر بلادنا بقى، لا تكلمنا على رغيف ولا على اقتصاد ولا اي حاجة. احنا عندنا نحرر بلادنا. وإسرائيل تحت حجة انها بتحمي امنها، لان في بعض العبث جالها من مصر.
أسف الشديد هذه هي الورقة المتبقية، هي ابتزاز العالم، ابتزاز أعذار حضرتك شفته كذا مرة في التمر بتاع فرنسا والمستمر، وإن هو العالم نسينا، وإن إحنا والمبالغة في عدد اللاجئين 10 أضعاف، أنت عارف الأرقام عندنا كلها ما كلها كذب. لم يبقى إلا سينا. سينا وقناة السويس عشان نبقى عارفين ايه اللي بيحصل، وليه وزير خارجية امريكا جه مصر اخر بلد يروحها بعد مزار الخليج، وليه السيسي عمال بيعمل هذه الافلام. هجيب لك من الاخر، من بداية الاحداث قبل ما اخش لك ان البلد فلست. مصر مخترقة غزة، مخترقة غزة عن طريق الاعمار، مخترقة غزة عشان ان ارض غزة فيها خونة زي ما اي حد، مخترقة غزة أهل غزة يا جماعة بيتحسب عليهم الحديد. يعني أنا دخلت لك 3 طن حديد، أنت بنيت ب 3 طن إلا ربع، في ربع طن حديد، فمصر تقوم مبلغة إسرائيل إن في ربع طن حديد ده لم يستخدم في البناء، فأكيد دول دخلوه للمعامل. فكل التحركات وكل الاستعدادات اللي كانت بتعملها المقاومة واللي حقيقة خطة الخداع الاستراتيجي، ومع ذلك ما تقدرش تخفيها بشكل كبير عن مصر. اللي راحت هو لعب الدورين، هو شايف، ما قالش إلا في الآخر، السيسي من مصلحته الدنيا تولع، بس ما حدش كان متخيل إن الدنيا تولع بهذا الشكل، ما حدش كان متخيل إن المقاومة هتستغل تلك الثغرة هذا الاستغلال التاريخي. فاهم؟ نتنياهو بيفلفص اصلا وملوش سكه غير العنف، ملوش سكه غير العنف، والسيسي بيفرفر فعليا. اعتقد اي حد متابع من غير ما اخش في تفاصيل، يعني السيسي بيفرفر فعليا وملوش سكه غير الفوضى، ماشي. لكن ده وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، صدق الله العظيم. فاهم انت ازاي؟ يعني ايه؟ هم كانوا شايفين والسيسي مبلغ ومحضر، خلاص دي ثبتت بقى، مش عايز ارغي في المرغي. عباس كامل دلوقتي امريكا بتوجه له تهمة الخيانة، قالت اسمه ضمن تهديدات الخيانة، انت عارف قضية ميندلينز، قالت اسمه، قالت اسم اللي هو تاني اسمه احمد حاجة نسيت كده، اعلنت اساميهم، قالت ان الموضوع بيرتقي لمرتبه الجاسوسيه. طيب فالسيسي عارف وبلغ اسرائيل في اللحظات الاخيره، لكن هو ونتنياهو كان مصلحتهم ان الدنيا تتحرك، يبقى في عنف وفوضى. ما حدش متخيل ان ربنا هينفخ في صوره المقاومه فتصل المواضيع لهذا المنحى. مصر فلست والسيسي عارف ان الكل باعه ومفيش قدامه غير هذا السيناريو، والسيسي عكس ما بيدعي تماما في قصه انه مش عايز الفلسطينيين يجوا سينا واصل مش عارف ايه. السيسي الليله كلها ملعوبه بهذا الشكل مع اولاد عمه، السيسي عايز الفلسطينيين يجوا سينا بشكل واضح، واسرائيل تستفرد بالفصائل الفلسطينيه هناك، وعمال يقول لك خرجوا المدنيين من القصه، بس الموضوع ابوه وامه بكام؟ هاخد كام؟ هاخد كام؟ ليه بلينكن جه مصر اخر حاجه؟ لان بلينكن عارف طبعا، وامريكا عارفه طبعا، وفاهمه طبعا ان السيسي هيساوم. حكايه مش حكايه انه رفض، والاراضي المصريه السيسي باع ارض مصر وميه مصر وغاز مصر ويبيع مصر كلها مش حته من سينا عشان يقعد. وهو نفذ المخطط الاسرائيلي اللي جاي عشانه كله، ما فضلش منه الا هذا الجزء. الكلام ده قلته لحضرتك قبل كده عشرات المرات، انا جبت لك بس كده لحسه من على وش الطبق. بلينكن لف الخليج وجي مصر في الاخر ليه؟ عشان عايز الخليج هم اللي يدفعوا لمصر ثمن دخول الفلسطينيين سينا. والله ما هتسمع الكلام ده في حته تانية، وهو الحقيقه المؤلمه والدامغه. هاخد كام؟ سيسي بيساوم على اسقاط الديون او جزء كبير من الديون، ده ابو ام الحكايه.
وقصة انه افتكر فجأة ان غزة محاصرة ولازم نساعدها مع انه هو ايه ده؟ عاجل بيقولوا لي مرتب جمسك قناة ام بي سي فتح معبر رفع غدا من 9 صباحا حتى 6 مساء. قصة ان لازم نساعدها هو اللي محاصر وهو اللي كان مخلي اعلامه المجرم يشتم اهلها ويخونهم لدرجة التحريض على قتلهم علني. الموضوع هو ابوه وامه والفلوس. بلينكن جه مصر اخر حاجة بعد ما لف دول الخليج عشان يبقى عنده اجابة على سؤال هنقدر ندفع كام؟ هنقدر ندفع كام؟ سيسي جهز كل حاجة في الحكاية من بدري، وغزة كانت هتنفجر هتنفجر النهاردة او بكرة او بعده بطوفان الاقصى باي حاجة. لا يمكن الوضع ده كان يستمر للنهاية. سيسي مجهز الحكاية في السنوات الفائتة ومفض العريش ومهد الارض وعمل مطار العريش وجهز كل حاجة اللي هو كان اللي قالها بنفسه والمجرمين والغلابة يقول لك قال له انا حضرتك لما كان قاعد مع ترامب صفقة القرن وبتاع وانا معاك في صفقة القرن دي كل حاجة جاهزة. ده بطل بيحكم مصر حقق لإسرائيل كل حاجة، رجع كل التصرفات. إن لقيت تصرف واحد عمله السيسي لا يصب مباشرة في مصلحة جيش الاحتلال اقفل اقفل اقلب المحطة اقلب المحطة. بلينكن لف السعودية وراح دول الخليج عشان يعرفوا ممكن يدوا للسيسي كام وينفذوا صفقة القرن اللي اتعطلت وقت ترامب. بقول لك احنا بيسيطر علينا خونة، لكن ده مكروه وربنا قادر يقلب كل مكر. السيسي اول من اعلن عن تأييد صفقة القرن في امريكا لو ناسي افكر حضرتك. نقطة تانية او موضوع تاني فخامة الرئيس، هتجدني وبقوة ايضا داعم وبشدة كل الجهود اللي هتبذل من اجل ايجاد حل لقضيه القرن في صفقه القرن، لان انا متاكد ان فخامه الرئيس هيستطيع ان ينجزها. سيسي ولا معارض صفقه القرن ولا اي ولا يقدر. يا عم ده جزء من وجوده. الحكايه بكام؟ بكام؟ انا قلت لك في فيديو من فيديوهات الاسبوع الماضي الراس الفلسطينيه ب 20,000 دولار. الحكايه كلها تفاضل على الفلوس، والسيسي عمال يعلي السقف في الكلام زي ما انت شايف، وسمح لاول مره مضاربات تحصل في الازهر، واعلام فلسطين بقت ممكن تترفع عادي مع كان اللي بيتقبض عليه بعلم فلسطين بياخد قضيه امن دوله. لو حضرتك ناسي كان بيقبض على الجماهير اللي بترفع علم فلسطين في امم افريقيا. فالوضع اتغير كله يا برايز، ابتزاز للعالم، هو مش عايش الا بالابتزاز. يبقى حققت مصلحه ولاد عمي او خلاني، وفي نفس الوقت خدت الفلوس واستمرت ولا صوت يعلو في صخر، وهفضل اعلن مش ممكن. لا اتظبطوا قعدوا ازاي ده يحصل؟ ازاي ده يا سيدي اللعبة؟ وكدب ولا توزن ولا اعمل حاجة وقول ده مش فاهم وبيدي كلام ومش قصة. وهذا الكلام اللي انا قلته مبكرا، بندفع ثمنه غالي جدا، بس ده مش وقت حكاية الأثمان، لأن اللي بتدفعه غزة وبيدفعه المقاومة أكبر من إن حد يفرض طوله ويقول إن إحنا بندفع. لكن هذا الكلام اللي قلته لحضراتكم بندفع ثمنه غالي جدا. هو خطته مع المجرمين إن يستفردوا بالفصائل الفلسطينية. هدخلكم أهل غزة هتدفعوا كام؟ ما عندوش حاجة تانية يبيعها. قال لقناة السويس وسينا مستشار الامن القومي الامريكي جيك سلوفان قال بشكل واضح ان في مفاوضات مع السيسي بشان موضوع انتقال اهل غزه لمصر في ممر امن. بكام؟ هي دي كل المفاوضات، الجمله التي لم تقال من مستشار الامن القومي بكام. Netanyahu tweeted on Saturday telling residents of Gaza to leave now because we will operate forcefully everywhere. Where is the idea of where people in Gaza will go? This is something also that we have been discussing with our counterparts in Israel and with our counterparts in Egypt. And without getting into the specifics of
safe passage for civilians and so forth. I will say it's something that the U.S. government is seized with in supporting how we do that operationally. But the details of that are something that are being discussed among the operational agencies, and I don't want to share too much of that publicly at this time. Imminently, or what is a? I'll leave it at the fact that we are focused on this question. There are consultations ongoing, and I'll share more when I have an update for you. بكام؟ هي دي كل الحكاية. مش بلينكن مش ما جاش لمصر في الآخر عشان تقلص دور مصر الإقليمي اللي انتهى أصلا. مصر ما لقاش دور إلا مع إسرائيل ومع غزة، ده الدور الوحيد لمصر. المرة دي جه مش عشان في الآخر، عشان يعرف الخليج هيدفع كام، لأن أمريكا وإسرائيل عايزين الخليج هو اللي يدفع المشهد ده. بس بقول لك لقطة البيضة والحجر، قال له احنا حذرنا سبخ وحذرنا بتاع، واللي يخلص على التاني بقى نيجي منه. انا فضلت غاضد الطرف على المقاومة، ورحت بلغت اسرائيل، والمشهد انا كسبان في الحالتين. جيك سولفان قال لك عادي ان اسرائيل تقتل المدنيين، دول مش قصدهم، اللي قال لك منسق مع المصريين. Jake, will you support in Israel militarily and rightly denounce this horrific and heinous act against Israeli civilians? How can you make sure that Israel goes after Hamas and its infrastructure in Gaza, not 2 million Palestinians who are trapped with no water, with no electricity, with no medical supply? The UN schools are overflowing now. The number of dead is reaching 850 so far, including 6 members of one family of the former ambassador to Washington. How can you make sure that this is not revenge, but actually going after Hamas, who committed this horrible crime? Well, as the president said today, the difference between countries like the United States and Israel is that we do not deliberately target civilians. We are strongest when we are committed to the rule of law. مش بس مستشار الأمن القومي الأمريكي بل داني أيلون، عضو الكنيست والسفير الإسرائيلي الأسبق في أمريكا ونائب وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق، طلع يتكلم عن تفاصيل الصفقة اللي كان بيتم مناقشتها في الغرف المغلقة. أرجوك اسمع الكلمات. Benjamin Netanyahu told everyone to leave the area. Where were they to go? Okay. Very, I mean, this is thought out. It's not something that we tell them, go to the beaches, go drown yourselves, God forbid. Not at all. There is a huge expanse, almost endless space in the Sinai Desert, just on the other side of Gaza. The idea is, and this is not the first time it will be done, the idea is for them to leave over to the open areas where we and the international community will prepare the infrastructure, you know, tent cities with food and with water. You know what? Just like for the refugees of Syria that fled the butchering of Assad a few years ago to Turkey. Turkey received 2 million of them. حضرتك ارجع كده ببساطة. اللي فاهم التطور الطبيعي الأحداث كان يبقى حريص إنه نزود كثافة البشر في سيناء وعلى الحدود مع غزة، ويزود كثافة الإعمار. احنا بنجهز الأرض بقالنا 10 سنين بكل ما أوتينا من قوة استعدادا لما هو قادم. داني أيلون بيقول ان دي تفاصيل الصفقة اللي بيتم نقاشها، مناقشتها او تقفيلها الآن. This is the idea. Now, Egypt will have to play ball here, because once the population is out of sight, then we can go. You know what what Hamas did? You said the population out of sight. Is that practically possible in such a densely populated area? You have 2 million people in a densely populated enclave. 47% of the inhabitants are children. Is it reasonable or plausible to think that all those people are going to relocate to this excluded area and be safe from a bombing attack? Now, again, I say there is a way to receive them all on the other side for temporary time on Sinai. Because what did Hamas turn out on the other side? Are we talking about Rafah? Are you saying the other side that go to Egypt?
Yes, absolutely. Absolutely. And Egypt will have to play ball. قال لك كل حاجه احنا مجهزينها، كل حاجه احنا مجهزينها، ما فيش اي حاجه. اللي مصرين يدفنوا راسهم في الرمل، هي دي مشكلتهم. جماعه كنا بنقول على سد النهضه والناس لحد ما جه حيين كورين حاجه التفاصيل وقال لك احنا السيسي وعارض علينا والميه ومجهزين نقلها لاسرائيل وصحارات سرابيوم والناس مش عايزه تصدق. الارض بتفضى على الحدود وبتتجهز وبتتنظف وبتعمل لها مطار والناس مش راضيه تصدق. الاسرائيليين والامريكان بيقولوا لك والناس مش راضيه تصدق. انا مش فاهم، الناس مستنيه تشوف المسيح الدجال، المسيح الدجال عشان تصدق ولا ايه؟ البيت الابيض عبر منسق الامن القومي بيتحدث عن هل مصر رفضت الموضوع. انا باكد لحضرتك ان المفاوضات مفاوضات ماديه فقط، ابوها وامها وبنت خالتها الفلوس. البيت الابيض. First on the humanitarian corridor, is it accurate that the Egyptians have rejected calls to allow for one? I think you'd have to talk to the Egyptian authorities on that. Talks continue or we believe that safe passage is important and we want to see a safe passage corridor opened up. We also believe it's important that humanitarian assistance have a way to continue to get to the Palestinian people. And as Jake mentioned yesterday, we're in active discussions with the Israelis and with the Egyptians about that. البيت الابيض حاول يهرب من سؤال ليه المساعدات ما بتدخلش. Supporting trying to get more humanitarian assistance into Gaza. The UN human rights chief said that any siege that would cut off necessary supplies like food and water could also be a violation of international law. Is that how the US sees it? I think I'm just gonna not get ahead of where we are right now. If you'll just let me do that. Okay, thanks everybody. تخيل، بقول لك يعني يقول لك ايه يا عم امريكا خلينا جنب الحيط. انا بفترض الزعماء امريكا هتقتل كل دول المجرمين الخونة اللي خاينين غزة وفلسطين دول، هتقتل كل دول، تقتل الاردنيين والسعوديين والسوريين والمصريين، ويعيشوا ازاي لما يقتلوا كل هؤلاء؟ غزة ستتحرر بتحرر العروش العربية من الخونة. كان في سؤال مهم بيحصل في أمريكا، مش بس في أمريكا، في إسرائيل اللي واصل لأقصى درجة. بقول لك الاتهام دلوقتي اللي في رقبة نتنياهو هي الخيانة. السؤال بتاع قصة إن عباس كامل بلغ نتنياهو بالموضوع، والإعلام الإسرائيلي والأمريكي أعلن بشكل واضح وتحدثوا عن لعبة ابن مليكة بمنتهى الوضوح. מי הזהיר את מי? שעבאס קמאל צלצל לראש הממשלה נתניהו והזהיר אותו שמאז תיפתח הרעה בגדול. לפני האירועים. עשרה ימים. שהוא מרואן אשרף שלנו. אשרף מרואן. שהוא חוסיין שפגש את גולדה במתקן המוסד כמה ימים לפני. שפגש את גולדה. אגיד רגע משהו על זה. אני חושבת שגם זה סיפור. כי כשעבאס קאמל הגיע לישראל בימי ההסדרה ובמהלך השיחות הוא נפגש עם ראש הממשלה, אני זוכרת כמה אירועים כאלה, הם בדרך כלל לא תוקשרו, אבל הוא בדרך כלל מדבר עם נתניהו, אומר פה ראש הממשלה בהודעה רשמית, כל השעה, כמעט שנה האחרונה שאני בשלטון, זה לא קרה. مش بس اسرائيل اللي بتؤكد الموضوع، طبعا نتניהו نفى. طبعا نتניהו لازم ينفي. مايكل مالكوم رئيس الكونجرس الامريكي بيؤكد ان هذا حدث وان الاداره الامريكيه قالت له ده. There seems to have been a failure of intelligence as well. We're not quite sure how we missed it. We're not quite sure how Israel missed it. We know that Egypt had warned the Israelis 3 days prior that an event like this could happen. We know that this had been planned perhaps as long as a year ago. منذ عام مضى، تم التخطيط ليه منذ عام مضى. لكن تاني وباكد دي جمله مهمه جدا وحاكمه في الموضوع يا جماعه بالله عليكم. نتنياهو عايز الدنيا تولع، والسيسي عايز الدنيا تولع،
لكن ده المقاومة. المقاومة بفضل ربك استغلت تلك الثغرة وعملت ما لم يفعل من 73. حرب 73 يا جماعة اللي اتقتل فيها من إسرائيل، الرقم اللي اتقتل يوم 7 أكتوبر أكتر من اللي اتقتل في 73. كنا فاكرينه بتاع لحد النهاردة إسرائيل اللي أعلن عنه 1901. حرب 73 والعبور وعاشر لأقل الرجال وبتاع مات فيها 2501. ماشي؟ فالمقاومة بفضل ربك، بفضل ربك استغلت تلك الثغرة في هذا المشهد الاستثنائي لما قبل، وإن شاء الله ما يكونش استثناء فيما بعد.